السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وعيدكم مبارك سعيد. الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وبالرزق وبطول العمر ان شاء الله، وباش ما كتمنوا في حياتكم. اليوم جيتكم بفيديو جديد، ما غنشاركش معكم البنات وصفه، ولكن راه فيديو غيكون مفيد بزاف ومهم بزاف، وغتستافدوا منه خصوصا الناس اللي البشره ديالهم جافه وحساسه. بزاف ديال البنات اللي كيتواصلوا معايا في الخاص بشرة ديالهم حساسة، كيقولوا لي بغينا وصفات، يعني تشاركي معنا وصفات اللي يكونوا خاصين يعني بالبشرة الحساسة والجافة. فاليوم جاتني الفكرة، قلت علاش لا ما نشاركش معاكم هاد البومادة هادي او هاد الكريم، لانني انا كنت دزت واحد التجربه ديال، ومازال حد الساعه يعني الحمد لله ملي تبعت هذا الكريم ما بقاش عندي هذا المشكل هذا، لان بشرتي حساسه تعالجت لي الحمد لله وصافي. يعني مره ملي كيوقع لي هذا المشكل كتنشف لي البشره ديالي وكتحمر وكتولي كتقشر، كنستعمل هذه البوماده، ولكن ماشي دائما، المهم نافعان، يعني انا محتفظه بها الوقت اللي كنحتاجها راه كنديرها. قلت اليوم علاش لا ما نشاركهاش مع البنات حتى نتوما تستافدوا منها، وحتى الا ما كنتوش يعني نتوما عندكم هذا المشكل هذا بشرتكم حساسه، راه غادي تفيدوا يعني الناس اخرين اللي عندكم في العائله ديالكم او الاقارب ديالكم او الصديقات ديالكم، غتفيدوهم ان شاء الله بهذا الكريم. وبغيت كلشي بارطاجي الفيديو وتخليوا لي لايك وتبارطاجيوه سواء في الواتساب او في الفيسبوك، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، باش ان شاء الله تعم الفائده وكلشي يستافد من هذه البوماده. اول حاجه هو انني قبل ما زعما نعرف هذه البوماده هذه ونشريها، يعني عانيت بزاف صراحه البنات، ما نكذبش عليكم البشره ديالي كانت ناشفه بزاف وحساسه، يعني الا غسلت بشي صابون هكا البشره ديالي كتقشر يعني مباشره، يعني نغسل به اليوم انا غدا لي كتصبح بشرتي كتقشر وكتصبح ناشفه وكتاكلني، وملي ملي كتقشر ديك البلاصه يعني بقع في الوجه، يعني حول الفم في الانف في الجبهه تحت العينين، يعني ماشي الوجه كامل، يعني هو كيبانوا البلايص يعني كبقع، ملي كتقشر ديك البلاصه كتولي حمراء وكتعود تاكل يعني كنبقاو نحكوا في ديك البلاصه. المهم يعني ما واخا كندهن هكا بالزيوت وداكشي ما لقيت حتى شي نتيجه، يعني كنستعمل الزيوت مثلا زيت اللوز زيت الكوكو، ولكن يعني كيبرد شويه ولكن ما تيحيدش داكشي، يعني بحال هذا الكريم هذا او هذا البوماد اللي غنشارك معكم اليوم. صافي، من بعد مشيت عند واحد الطبيبه اختصاصيه ديال الجلد، هي اللي خرجت لي هذه البوماده هذه. صراحه فادتني بزاف، وصراحه والله العظيم البنات من احسن البومادات اللي جربت لوجهي. بالنسبه لهاد البوماده، يعني قبل ما تشريوها الا كان البشره ديالكم حساسه، يعني قبل ما تشريوها انا غنعطيكم يعني علاش كتليق، يعني نعطيكم كل المعلومات كامله وشكون الناس اللي ما يقدروش يديروها لوجههم، كل شيء هادشي ان شاء الله غتشوفوه معايا في هذا الفيديو، غير تبعوا معايا وان شاء الله راه غتستافدوا البنات. واللي عندها البشره ديالها حساسه كوني على يقين شري هاد، تمشي للفرماسيان وغادي تشوف يعني السيد ولا السيده اللي خدامه في الفرماسيان وتقول لها البشره ديالي ناشفه هاكين وهاكين هاكين، يعني كتقشر كتحمر كتاكلني، المهم داكشي اللي كاين غادي تقوليه لمولات الفرماسيان او السيد اللي خدام في الفرماسيان، راه غتقولي لي بغيت هاد البوماده ديال ايفي كورت، السميه ديالها ايفي كورت كريم. المهم 0.127% 30 غرام. هي هادي، كاينه هادي دايره 35 درهم صغيره، وكاينه اللي كبر منها دايره 45 درهم. هذا هما الاثمنه ديالهم، الصغيره كيف ما قلت لكم دايره 700 ريال يعني 135، والكبيره دايره 900 يعني 45 درهم. المهم باش يعني تعرفوا معلومات عليها اكثر، دخلوا لجوجل كتبوا ايفي كورت كريم وراه غيطلعوا لكم جميع المعلومات، غتقراو عليها على زعما جميع المعلومات هكا باش تاكدوا من فوسكم، وما تشريوها يعني من الفرماسيان حتى تاخذوا عليها معلومه، واخا انا غنقول لكم ولكن خصكم تاكدوا، يعني الانواع البشره راها كتختلف، ولكن البشره الحساسه هي اللي مفيده ليها هذه البوماده.
فباش ما نطولش عليكم، اول حاجه هاد البوماده يعني ايفي كورت كريم هو محدد لعلاج الامراض الجلديه، اضطرابات الجلد الالتهابيه، يعني الناس اللي كيحكوا، الناس اللي البشره ديالهم ناشفه كتقشر، يعني فيها دوك القشور، البنات كتبقى تقشر، الطفح الجلدي والحكه، الحساسيه الشديده، بحال كيديروا حتى اللدغات ديال الحشرات وداك الشيء. المهم كاين بزاف ديال بزاف ديال الحوايج كتليق ليهم، ولكن هذا الشيء اللي قلت لكم هو اللي يعني ديروه، يعني هو اللي كتليق ليهم يعني اكثر، باش ما نبقاش ندخل في تفاصيل كثيره، لانني انا ماشي طبيبه، يعني غير جربتها ووافقتني وقلت نشاركها معكم البنات. شنو اخر بالنسبه للاستخدامات ديالها؟ هو هذا الشيء اللي قلت لكم دابا، هو الشيء اللي ذكرت لكم يعني مسبقا. الناس اللي ما يمكنش يديروا هذه البوماده هذه، يعني اللي ما خاصهمش يديروها، هما النساء الحوامل ما يديروش هذه البوماده هذه، يعني تشاوروا مع الفرماسيان هكا باش تاكدوا اكثر. الاطفال اللي اقل من السن ديال 5 سنوات حتى هما ممنوع عليهم يستعملوا هذه البوماده هذه. السيدات اللي كيرضعوا الرضاعه الطبيعيه حتى هما ما يمكنش يديروا هذه البوماده. الناس اللي عندهم الفشل الكلوي، القرحه الهضميه، المهم هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين صافي. المهم هذا الشيء اللي كاين في هذا الشيء زعما اللي بحثت عليه، انا بحثت باش نشارك معاكم البنات داك الشيء اللي كاين، باش هكا نكون متاكده اكثر، واخا انا راه متاكده يعني درتها للبشره ديالي ووافقتني، ولكن المعلومات الاخرى اللي بحثت عليها هي شكون الناس اللي ممكن ما يستخدموش هاد البوماده هذه، والناس اللي ممكن يديروها. المهم معلومات هكا باش نعرف بزاف د الحوايج، باش هكا نشارك معكم معلومات اللي تكون صحيحه وما تكونش غلطه البنات. المهم هادشي اللي كاين، ممكن يعني كيف ما قلت لكم الا كانت البشره ديالكم حساسه، المهم ها هي البوماده البنات، هي هذه هانتوما باش تشوفوا مزيان، واخا تبان لكم السميه مقلوبه، المهم انا غنخلي لكم السميه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، غتلقاوها غنخليها لكم، ديروا المهم شوفوها البنات من تما، وديروا عليها روشيرش هكا في جوجل، ومن بعد تمشيو للصيدليه تاخذوها من الصيدليه ان شاء الله، تسولوا عليها وتاخذوها، وراها مفيده بزاف للناس اللي البشره ديالهم جافه وناشفه وحساسه، يعني كتقشر كتحمر، وفي وقت الشتاء اكثر حاجه، في وقت الشتاء كتبقاو تحكوا بزاف، والبشره ديالكم كتبقى كتقشر، كيوليو فيها القشور وكتنشف بحال كتمشق وكتعود كتفزر البنات، فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. المهم نتمنى ان شاء الله الفيديو البنات يكون نال اعجابكم، غير ما تنسونيش البنات من اللايكات اللي يحفظكم هكا باش الفيديو يبان عند اكثر عدد من الناس، ولا يعني الا كان عندكم شي استفسار هكا خليه لي في التعليقات يعني اسفل الفيديو، ان شاء الله نجاوبكم على جميع التعليقات، اي وحده صيفطت لي تعليق راه كنجاوبها، دائما دائما تنجاوب على التعليقات البنات. وما تنسوش تدخلوا عندي المنتدى، دائما تنحط لكم اقتراحات على الوصفات اللي تبغوني نشاركها معكم، ما عليكم الا تفوتيوا لي على الاقتراح اللي بغيتو او الوصفه اللي بغيتو نشاركها معكم، ان شاء الله نلبي لكم جميع طلباتكم البنات، واي وصفه بغيتوها نشاركها معكم ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم البنات على الدعم ديالكم، على اللايكات ديالكم، على البارتاج، وعلى تشجيعاتكم اللي كتشجعوني، الله يخطيكم عليا. بكم القناة راها يعني مواصلة، وان شاء الله غدا نزيد ان شاء الله نحط لكم مزيد من الوصفات اللي زوينة البنات، وان شاء الله تستفدوا منها، دائما تنبحث على الوصفات اللي ناجحة اللي نشاركها معاكم، ما تكونش وصفات اللي يعني ما غتفيدكمش، دائما غنجيب لكم ان شاء الله الوصفات اللي مفيده. بالنسبه للبنات اللي طلبوني على الوصفات البشره الحساسه، ان شاء الله في القريب غنشاركها معاكم، في القريب ان شاء الله. وهاد البوماده هذه راه غتفيدكم بزاف، غير جربوها البنات ان شاء الله غتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه، راها زوينه للبشره، يعني ما تخرجوش بها غير الشمس، ننصحكم ما تخرجوش بها للشمس، وتبعوها يعني ما عندها حتى شي تاثير من غير زعما كتحيد هذا الشيء ديال البشره، ما كتبقاش جافه وحساسه، ولكن ما عندها حتى شي تاثير اخر زعما على البشره ديالكم دير لكم شي حاجه، بالعكس كتنقي البشره، والبشره كترطاب، كتعطي واحد الترطيب لي زوين، وكتغذي البشره، وانا جربتها ووافقتني 100% 100%، وما كتخطانيش، دائما راني
دائما عندي في الدار هكا كنديرها، انتم البنات دائما تندير هكا الوجهي ني زوينه بزاف، وان شاء الله حتى انتم تفيدكم. انتم البنات كديروها غير في كديروها داخل، يعني ما كتخرجوش بها الشمس، غير في الدار كتطبقوها على البشره ديالكم كامله او غير على داك المكان اللي عندكم فيه المشكل انتم البنات. ورا زوينه. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، باش ما طولش عليكم. كنشكركم على المتابعه الزوينه ديالي، تهلاو ليا في راسكم وفي امان الله.